البداية كانت المواجهة. هكذا تحول مشهد المسيرة الحاشدة التي شارك بها المئات من الفلسطينيين بهدف الوصول لمنطقة الرأس شمال سلفيد تنديدا بإقامة بؤرة استيطانية فيها. القمع الوحشي لم يثن الفلسطينيين من إيصال رسائلهم رغم قنابل الغاز وحدة المواجهات التي أصيب بها العشرات بالرصاص المطاطي والاختناق. رايحين نبقى دائما مستمرين بتواجدنا ضد هؤلاء المستوطنين، ضد هذه البؤر الاستيطانية، ضد الممارسات الصهيونية التي يحاول ليل نهار هذا الجيش مع مستوطنيه بسلب هذه الأراضي وبانتزاع هذه الأراضي ومنعنا من التواجد في أراضينا. الهبة الشعبية في سلفيت عكست مخاوف السيطرة على الامتداد الغربي للمدينة لصالح المشروعات الاستيطانية، وفي سبيل ذلك تؤكد هيئة مقاومة الجدار المضي قدما في استمرار الحراك الشعبي حتى إزالة البؤرة. الإرادة الشعبية، المقاومة الشعبية، الكواشين الطابو العثمانية في هذه الأراضي منطقة الراس، والقرار السياسي سنمنع إنشاء أرئيل الثانية في منطقة الراس هنا وتقسيم المنطقة إلى أجزاء. وتشير تقارير إلى أن وتيرة العنف ارتفعت مع ازدياد النشاط الاستيطاني خلال الآونة الأخيرة في وقت يوفر جيش الاحتلال الحماية للمستوطنين ويمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم. نكبة سلفيت الاستيطانية لربما تتشابه مع غيرها من المدن الفلسطينية، الفارق هنا أن المناطق المهددة بالمصادرة ستعمل على فصل الضفة عن بعضها وتمنح المستوطنين ضوءا أخضرا لمزيد من المشاريع. خالد بدير، قناة الغد، سلفيت، فلسطين.